التقحيم أيها الحفل الكريم متابعينا ومستمعينا الأفاضل، أحيي بحضراتكم وأرحب بكم عبر الهواء مباشرة هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث منافسات سن الثنايا وتحديات شعارات أبناء القبائل الذين يتنافسون من أجل الفوز ومن أجل الانتصار على أرضية هذا الميدان. يسير شوطنا السادس بحفظ من الله وتوفيق، حاملا في طياته وكشوفاته الإبكار من فئة المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مباشرة أنطلق مع أول المنطلقات والتي تقدم لنا اسمها سيوف بشعار سعيد بن احمد بن محمد بن فاضل المعمري. يتقدم الاسماء بينما الذهيبة لسعادة احمد بن سلطان الحلامي. وصل هنا هذا الشعار الكبير على المركز الثاني. انتقل الى هيبة اللي على المركز الثالث للحبروت بن حمد بن سالم الينيبي، بينما المركز الرابع هنا اليازي، هنا المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات اليازي لسعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي. انتقل الى المركز الرابع ولا الخامس، خامس المراكز هناك في هذه اللحظات وصلت الوثبة لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما نقلتنا الى سادس المراكز من اللي وصل الشاهنية عامر بن محمد بن عبيد المزروعي. نقلتنا الى المركز السابع، سابع المراكز الوصول من انطلاقة غزل عبد الله بن رملي بن محمد العامري، بينما انتقل الى المركز الثامن هناك النايفة لسالم بن محمد بن راشد المزروعي، وتاسعا مع شموخ سلطان بن نخير اليبهوني الظاهري، وعاشرا مع نصيبة لفارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي. هكذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة والباحثة والطامحة من أجل الفوز من أجل الانتصار في هذا الميدان الذي يجمع الأقطاب، الذي يجمع الأحباب، الذي يجمع الأصحاب، الذي يجمع هذه الشعارات التي تتوافد من أجل المشاركة ومن أجل نيل شرف الفوز والانتصار، الفوز والناموس في عاصمة الميادين، غير دائما مقايرا عن جميع الميادين من حيث القوة، من حيث الإرادة، من حيث التجمع، من حيث قوة المنافسة ما بين الشعارات. لكني أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى سيوف التي تتقدم وتتصدر المشهد. يقدمها سعيد بن أحمد بن محمد بن فاضل المعمري، يأتي على المركز الأول مقدما لشعاره، مقدما لأدائه، مقدما لتحدياته الجميلة من خلال هذه المنافسة الجميلة. بينما المركز الثاني الرشيد بالجديد والمفيد يتقدم شعار هنا مع شعار خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، يقدم لنا الوثبة 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 الوثبة. وهذا الشعار الذي بدأ قويا في هذا الموسم يقدم هنا النوعيات الفاخرة بالأداء الممتاز والجميل. بينما المركز الثالث من اللي وصل، وصلت هيبة، ويا للهيبة من هيبة للحبروت بن حمد بن سالم الينيبي، يقدمها بمستوى كبير
ومستوى مميز ورايح للغاية، بينما المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات حشيمة راشد بن جمعة بن محمد بن راشد بن حرمش المنصوري، بينما الوصول وصلت الشهنية لعامر بن محمد بن عبيد المزروعي، وسادس المراكز ياتي هناك تاتي غزل 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 تتحرك في هذا المستوى، عبد الله بن رملي بن محمد العامري ياتي مع غزل ياتي مع غزل بقوة الأداء وقوة المنافسة، مرحبا بهذا الأداء الجميل. ولكن انتقل إلى بشرى إلى بشرى إلى علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري، ظهر بن حمود بأدائه الكبير يقدم لنا بشرى يقدم لنا بشرى، ولكن اللي تحركت الفائزة لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يتحرك بالفائزة، والحلامي يقدم الذهيبة سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. بدأت المعركة وبدأ الصراع من أجل الفوز ومن أجل الانتصار هناك. مع هذا الأداء الجميل على المركز العاشر بدأت تتحرك في هذه اللحظات فهدى لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري. هذا النداء الثاني للمراكز العشرة الأولى المتقدمة، ولكن لابد من العودة لابد من العودة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط إلى مقدمة الأداء. الله 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 الله، سيوف ما زالت متصدرة سيوف ما زالت متقدمة لسعيد بن أحمد بن محمد بن فاضل المعمري ما زال متمسكا بالمركز الأول، يقدم لنا شعار ويقدم لنا سيوف. هناك الوثبة على المركز الثاني، خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم، هذا الشعار المشاقب هذا الشعار المشاقب والمضمر المشاقب. أحمد بن محمد بن رامس الجحافي يتحرك برفقة الشعار شعار بن رشيد، بينما ثالثا من اللي وصلت هناك الشهنية لعامر بن محمد بن عبيد المزروعي، بينما رابع المراكز تحركت وانطلقت هناك مع غزل عبد الله بن رملي بن محمد العامري. يهو شوط يهو أداء يهو تحرك، الكيلو الأخير الكيلو الخطير كيلو المتعة كيلو الأداء كيلو الإبداع كيلو الطيران كيلو ربط الأحزمة. ولكن أعود إلى المعمري وإلى سيوف سيوف من اللي ما عليها خوف، ولكن بن رشيد يقدم الجديد هنا بالأداء الأخير بالأداء المثير هناك مع الوثبة 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 على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي عادت سيوف وبدأت تتحرك هنا بالمستوى الأخير بالمستوى المثير مع سعيد بن أحمد بن محمد بن فاضل المعمري. طار المعمري وانطلق الى المركز الاول انطلق الى الصدارة، والعصافة الابطان بدون اي توامر هناك مع هذا الاداء الجميل. ولكن عاد بن رشيد وانطلق بهذا الاداء المميز في اللحظات الاخيرة. اذا متابعينا الكرام اذا مشاهدينا الأعزاء، الوثبة 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 عادت سيوف والوثبة اللحظات الأخيرة ما بين سيوف ولكن الوثبة. تهانينا والناموس لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، شكرا لأحمد بن محمد بن رامز الحافي، بينما المركز الثاني سيوف لسعيد بن أحمد بن محمد بن فضل المعمري. المركز الثالث كانت حاضرة هي حشيمة راشد بن جمعة بن محمد بن حرمش المنصوري، بينما المركز الرابع كانت بشرى لعلي بن حمودة الظاهري، بينما المركز الخامس
كانت غزل لعبد الله بن رملي بن محمد العامري. إذا متابعينا الكرام، الفوز والانتصار كان من نصيب الوثبة. تهانينا لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على هذا الفوز والانتصار الجميل. هنا 9:17 و9 من الثانية. تهانينا وناموس لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على هذا الفوز، فوز الوثبة بالمركز الأول. ثانيا هنا 9:18 و8 من الثانية. تهانينا لمالك سيوف سعيد بن أحمد بن محمد بن فاضل المعمري، بينما المركز الثالث كانت هي حشيمة راشد بن جمعة بن محمد بن راشد بن حرمش المنصوري، والتوقيت الزمني 9:23 و8 من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، نتواصل ونجدد